الاقتصاد والانقاذ جاءت لغايات التأسيس هي الإشراف على عملية تدريب جميع الكوادر، وإضافة إلى مواكبة التطور في طبيعة آليات الإطفاء والإنقاذ والمعدات المستخدمة، ليس فقط على المستوى المحلي أو الإقليمي ولكن على مستوى العالم، وما يستجد من اختراعات في علم الإطفاء والإنقاذ. إضافة لذلك، وكما يعرف الجميع، هناك عملية تصنيف لرجال الإطفاء والإنقاذ وترفيع درجات. إحدى مهمات الإطفاء والإنقاذ الإشراف على عملية تصنيف كوادر المدنية إلى إطفاء وإنقاذ ومتابعتهم باستمرار سواء في مكان عملهم أو في الدورات واكتسابهم جميع مهارات الإطفاء والإنقاذ. إنما تحقق لجهاز الدفاع المدني من إنجازات في كافة مجالات العمل ما كانت لتصبح واقعا ملموسا وحقيقة ماثلة للعيان لولا الدعم الهاشمي الموصول لهذا الجهاز من لدن جلالة قائدنا الأعلى الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهاته الملكية السامية للارتقاء في واقع الخدمات إلى مستوى الاحترافية والتميز وتحقيق القدر الأكبر من السلامة لأبناء الوطن وضيوفه الكرام. حبك لبنى دهوم بقلبك حامل همنا لا مهما هيبقى، حبك لبنى الوطن بحبك دايم يزوي علوي، حبك لبنى دهوم بقلبك حامل همنا لا مهما هيكبر، حبك والله نحبك يا ابو حسين نحبك، حبك ليش ما نحبك كل من عرفك حبك، حبك وانت بتتفقدنا حدا حدا سيدنا، حبك ما حقدنا هيك ربينا وتعودنا، حبك وانت بتتفقدنا حدا حدا سيدنا، حبك ما حقدنا هيك ربينا وتعودنا، حبك والله نحبك يا ابو بإمكانكم مشاهدة بثنا الحي والمباشر على موقعنا الإلكتروني www.grtv.gov.jo، ولمشاهدين مستخدمي الهواتف الذكية بإمكانكم تحميل تطبيق بثنا تيفي من خلال أبل ستور وبلاي ستور، لمشاهدة برامجنا عبر صفحاتنا للتواصل الاجتماعي. نرحب بآرائكم عبر بريدنا الإلكتروني grtv@grtv.gov.jo. أخي المواطن، مكافحة الفساد واجب وطني، والمواطنين